هذه من بين ألذ الحلويات اللي كتعجبني، غنوجدها معكم اليوم بطريقتي، والأغلبية كيعرف هذه الحلوة، وأهم حاجة أنها سهلة في التحضير وكتجيب بنينة بزاف وكتخرج كمية كثيرة. وإلا كنتوا أول مرة كتشوفوني فمرحبا بكم. وأول حاجة خديت 125 غرام ديال الزبدة اللي كتكون بحرارة المطبخ، ساشي ديال فاني، كاس ديال السكر، قشور ديال الحامضة تقريبا واحد المعلقة كبيرة ديال القشور الحامض، كنزيد شوية ديال الملح، كنزيد كاس ديال الزيت وربعه ديال البيضات، كنخلط مزيان حتى يولي ليا الخليط على شكل بوماد، وكنزيد الدقيق بالتدريج وانا كنجمع في العجينه. من بعد كنزيد ساشي ديال خميره الحلويات اللي كيوزن 8 غرام، كنجمع العجينه، والعجينه خاصها تكون رطبه، خاصها تكون على هذا الشكل، ما تكونش نهائيا قاصحه. كنبدا نشكل في العجين على شكل كويرات صغيره، من بعد كندوزهم في بياض البيض، ومن بعد كاوكاو، كنغطسل الوجه ديالهم في كاوكاو اللي كيكون شويه غليظ باش يعطي منظر زوين للحلوه، وكنضغط عليهم هكذا بصبعي من الوسط باش ندير واحد الحفره صغيره اللي كندير فيها المربى خاص بالحلويات، وكندخلهم الفران اللي سخنته من قبل على 180 درجه، والعافيه كتكون شاعله من التحت، كنهزوها الفوق حتى كطيب، عاد كنهبطوها لتحت تحمر شويه، وبالصحه والراحه.